دشنا أكثر من 10 عيادات في الجزائر، ونفس الشيء نعمله في كل ولايات. عدد كبير من المرضى يتوجهوا للمستشفى وما يحتاجوش تدخل إلا إن كونجونكتيفي، تتعالج هنا يا سطر صغير، تعالج هنا يا حبة، تتعالج هنا حمى. وهنا الطبيبة أو الطبيب عندها وقت أكبر من المستشفى لأن ضغط كبير. ومن بعد تصبح المريض اللي يجي عاودي واللي المراقبة نفس الطبيب ونفس الطبيبة، يصبح طبيب عائلي. احنا كان ألفا كان دلتا، دركنا في أوميكرون BA1 وBA2 ورانا في خامس، راهو منتشر في العالم كامل. إذا درنا برك سيكونساج هنايا ظهرنا بلي راهو عندنا وما عندوش أكثر خطورة.